أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، حبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، طيبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدا، وشكر الله لكم لهذا يعني الإصرار العجيب، وليس عجيبا على أهل برمنغهام، يعني أن يعني يتكأكأوا على العلم وأهله. وأنا لست من أهل العلم، إنما أنا طالب علم، أحبو على مدارج العلم وأتطفل على موائد أهل العلم لكي أتعلم منهم. وكما قلت في بداية الدورة، إن الذاهب إلى البحر لا يأخذ معه ماء. أقول أيضا في نهايتها، لقد اعترفت منكم كثيرا من صمتكم وإنصاتكم وحسن أدبكم، وإن شاء الله رب العالمين يعني يكون الكلام واصلا إليكم بإذن الله رب العالمين. في الرقائق كي ترق القلوب على المساء قبل المحاضرة الختامية للدورة، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مبتسما، وكان بساما عليه الصلاة والسلام، لم يكن وجهه كوجوهنا. نحن إذا ابتسمنا نخاف أن يخاف البعض أن يتشقق جلده من الابتسام، كما يقول إليا يعني يا صاحي لا خوف على شفتيك أن تتثلما والقلب أن يتحطما، فالشهب يضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجمة. المهم، قالوا ما يضحكك يا رسول الله؟ الصحابة لكل حركة من حركات رسول الله استفيدوا، يعني أمر سبحان الله، لأنه عبارة عن الإسلام الحقيقي الذي يمشي على قدمين، المفسر لكتاب الله سبحانه وتعالى وخلقة الله وتكوينه سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم. قال إن ربكم يأتي بعبدين يوم القيامة، يقول أحدهما يا رب هذا ظلمني وأريد أن أعطيه كل سيئاتي كفارة لأنه ظلمني في الدنيا، فقال ألا تريد أن تكون بغير سيئات؟ قال نعم، بلى يا رب، نعم أنا أحب أن أكون بلا سيئات. لماذا؟ لكي أدخل جنتك. فقال الله سبحانه لعبده هذا الذي يقول أنا مظلوم وهذا الذي ظلمني، انظر يمينك. فنظر فرأى قصورا ونورا وشيء، يعني كما يقول حبيبنا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال لمن هذا يا رب؟ ايه العز ده كله؟ ده بتاع مين ده؟ قال لمن يعطيني الثمن. قال وما ثمنه؟ قال أن تعفو عن صاحبك وأن تأخذ بيده إلى الجنة. احنا كنا زمان اذكر في السبعينات والثمانينات لما نذكر مثل هذه الرقائق والاحاديث في القاهرة، كان جنوب السودان يسمع آهات المستمعين، ولكن صمت. المهم ما علينا، النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا ان الله سبحانه وتعالى يعني يرقق قلوب عباده، فيقول للصحابة يعني عجبت لرب يصلح بين عبدي، يعني الله يقوم بعملية إصلاح بين الناس. طيب إذا كان هذا يوم القيامة، فالذي تعود العفو في الدنيا هو الوحيد الذي يتعود العفو في الآخرة، أما الذي لم يتعود أن يعفو في الدنيا، لأن أهل العفو في الدنيا وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، فما زرعته تحصده. أنت إن كنت صاحب عفو، الله عز وجل من كرمه يعفو عنك، اللهم اعفو عنا يا رب العالمين. ولذلك من فضل الله علينا ان عواطفنا سوف تتغير يوم القيامة. يعني انت الان كما قلنا في المحاضرات كلها، تحب او زوجتك تعشق والدتك، تعشقها عشقا، يعني احبك حتى تستغيث، وانت كذلك تحب اباها واخاها حبا
ملك عليك عقلك، يعني حتى انك ان كان يعيش في اوروبا تتمنى انت ان تعيش في جنوب افريقيا، المهم يعني من المحبة يعني. فالمهم سبحان الله هذه العواطف الجياشة في الدنيا الله يلغيها في الاخرة، تلغى. ليه تلغى؟ لاننا لو عشنا بعواطفنا التي نعيش بها في الدنيا لكان هناك حزن في الجنة. ليه؟ لان نوحا عليه السلام سوف يجد ولده في النار، يحزن ام لا يحزن؟ يحزن. وسيدنا لوط يجد زوجته في النار، والرسول صلى الله عليه وسلم يجد عمه ابا طالب في النار، هذا سيدنا ابراهيم يجد اباه آزر في النار. هؤلاء يدخل عليهم الحزن ام لا يدخل؟ طب الجنة هل فيها حزن؟ لا حزن فيها. وان عليه النشأة الاخرى، يعني حتى زوجتك بفضل الله يوم القيامة لا تخف من شيء، لكن يعني ان شاء الله عواطفك في الدنيا تتغير في الاخرة. خلاص انا اريح يعني عشان نهاية الدورة اسافر وانت مطمئن من ان الشيخ ما نكد عليك في دورتك سبحان الله. وكذلك الاخت، خلاص بناتنا يعني ان شاء الله الحاضرات ان شاء الله لا تخفنا، يعني سبحان الله لهم ما يشاءون عند ربهم، عايز تتزوجها تتزوجها، مش عايز انت حر سبحان الله. الحر الوحيد هو المنعم في الجنة، في الدنيا قيود، في الاخرة حرية خلاص، بدون يعني انقلابات ولا ثورات، في هناك حرية خلاص. لهم ما يشاءون عند ربهم سبحان الله، كل ما يعني ما يخطر ببالك سبحان الله. وهذا من كرم الله عز وجل. والنعيم الذي في الجنة نعيم نحن لا نفهمه، لأنه مقاييس أخرى. يعني طعام الدنيا يحتاج إلى مجهود لكي أتكسبه، ومجهود لكي أهضمه، وله فضلات زائدة تخرج. طعام الجنة لا مجهود للإتيان به، وإنما أن يخطر ببالك كذا ومعك الباسورد اللي هو المفتاح سبحانك اللهم، يعني دعواهم فيها سبحان. يعني انت قاعد كده ولاقي طائر في الجنة شكله جميل، لا اتمنى ان الطائر ده ينزل كده في طبق مشويا او يعني مطبوخا، ينزل الطبق زي ما انت عايز. طوبى لك منزل الملوك، فيش حد يشتاق لهذا المكان. بس المكان ده انت عشان تاخد شقة لابنك تمليك غرفتين 45 متر و3 سنتي، تعمل للمستعد ويشيف شعرك ويحدودر ظهرك ويهن عظمك ويجيلك الضغط عشان مترين في مترين في الدنيا. هذه الجنة التي يسير الراكب فيها 1000 سنة، اقل ملك في الجنة يسير الراكب فيها 1000 سنة، عايز تاخدها وانت نايم يا اخي؟ والله الله يرضى عن عمر لما يجي واحد عند الحرم يصلي الصلاة زي صلواتنا كده، بينقر الصلاة الله سبحانه الله محمد الله أكبر الله أكبر، وبعدين خلص الصلاة اللهم ادخلني الجنة وارزقني وزوجني من الحور العين. عمر ما احتملش، طلع الدرة وودها لوحده سبحان الله. قال له يا لكع ارخصت اغليت العروس وارخصت المهر، في حد ياخد مهر 2000 سنة بركعتين تعبانين ما يودوكش لغايه باب المسجد سبحان الله؟ انت عايز عروس غالي حور العين ده، انت عشان تاخد بنت ابو فلان ها شفت انت عملت ايه سبحان الله، ويقعد يتمنظر عليك ويعمل لك سبحان الله. نسأل الله السلام. لكن في الجنة لا، لهم ما يشاء. اللهم اجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين. لكن هناك محاذير في نهاية الدورة التي نتكلم عنها عن الأسرة. فخ الأنا الذي نقع فيه أو يقع فيه كثير، الأنا التي تنتفخ عندنا كثيرا، فعندما تنتفخ الأنا لن أسمع لكلام زوجة، ولن تسمع الزوجة كلام زوجها، ولن نسمع لأبنائنا ولن يسمع أبناؤنا إلينا، وإنما نسمع صوتنا وصدى صوتنا فقط، نسمع الصوت وصدى الصوت فقط. لكن العبد المؤمن لازم يخرج من فخ الأنا، فإذا خرجت من فخ الأنا خرجت من حفر المهانة إلى سماوات الكرامة. ومدام صعدت إلى سماوات الكرامة لا يرى النور إلا من صعد فوق الجبل، أما الذي يعيش في الخنادق لن يرى النور. خندق الغل، الحقد، الحسد، الأمر، الكبر، العجب، الرياء، المنظرة سبحان الله. وبعدين في نقطة، أنت تصلي اجعلها يا أخي لله، أنت تصنع خير اجعله لله، خبئه لا يعلم عنه أحد، أتمنى ألا يذكرك أحد. ليه؟ لأنك بتعمل حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه،
الناس قاعدين يلاحظوا رجل في المسجد صلى ركعتين سنة ويطيل الركوع ويطيل السجود، يعمل الغنة وأحكام التلاوة والمد اللازم والمد والوقف اللازم وسبحان الله. وبعدين بهر الحاضرون بالمصلي، فبيقولوا إيه مع بعض؟ هذه الصلاة، أما صلاتنا لا قيمة لها. الرجل يصلي صلاة حقيقية، ما شاء الله لا قوة، تبارك الله على الصلاة. فخرج من الصلاة قال وكمان صايم، سبحان الله. يعني كده كلنا هذا الرجل إلا من رحم ربي، كل واحد يحب أن إيه أن ينظر إليه أنه هو سبحان الله العظيم. ولذلك يقال إن أبا حنيفة لما كتب كتابه في الفقه قالوا يا أبا حنيفة هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه. يا الله. وأمير المؤمنين لما راح المدينة وجد الإمام مالك قال يا إمام يا مالك وطئ لنا كتابا. انظر الله يرضى عليك على إخلاص القول. وطئ لنا كتاب، يعني وطئ ذلل سهل، وطئ لنا كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وغرائب ابن مسعود. اشترط عليه عميل المؤمنين برضو فقيه، يعني شو اللي بيعرض العرض ده؟ ده واحد فاهم، مش يفضل يقول الخطبة هو لا فاهم هو يقول ايه ولا احنا فاهمين هو بيحكي في ايه، وساعتين ثلاثة لما جينا صداع. لا، امير المؤمنين فاهم. لما يرسل لواليه عايز يعزله او يهدده بالعزل او ينبهه يقول له كثر شاكوك وقل شاكروك، فاما اعتدلت واما اعتزلت. بالله عليك البلاغة كده، شوف الكلام. كثر شاكوك، شعب كله بيشتكي منك، وقل شاكروك، فإما اعتدلت ها وإما اعتزلت، خلاص هذه الكلام. فيقول له عن عايزين كتاب تجنب فيه شدائد ابن احنا عندنا مدرستان كبيرتان في الفقه، ابن عمر الذي يميل إلى الشدة وابن عباس الذي يميل إلى التيسير. لكن استقرأت تاريخ الرجلين وما كتب وما قيل عنهما، لم أجد ابن عمر مرة يتهم ابن عباس يقول له ضيعت الدين بالرخص بتاعتك، ولم يقل ابن عباس يا عم شددت علينا الدين، وإنما أكمل هذا ذاك وكان العباردة الأربعة آية من آيات الله. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص اسمهم العبادلة الأربعة وكلهم فقهاء. فكان السائل زي حضراتكم كده يروح لإيه؟ زي دلوقتي أنت بتسأل مين؟ عبد الله ابن جوجل، هو ده سيدي جوجل، هو ده اللي بيطلع لك الفتوى الغلط، تمام؟ انت حر. فانا اتخذت جوجل اماما، ف الله اكبر اربع تكبيرات على من مات من اموات المؤمن. فده يروح لعبد الله ابن عباس يقول له ابن عباس سؤال فتوى، يقول له يا رجل اتق الله، تسالني وفي المدينه عبد الله ابن عمر؟ مش عيب عليك؟ عبد الله ابن اجمل مين افضل مني؟ مش الواحد ياخده على جنب. اوعى تسمع للراجل ده، ده راجل مهرج، ده مره انكر حديث، ده مره يا عم الله يرضى عليك. يروح لابن عمر، يا ابن عمر سؤال، يا رجل اتق الله، تسالني وفي المدينه عبد الله بن الزبير؟ يروح لابن الزبير يقول له يا رجل اتق الله، تسالني وفي المدينه عبد الله بن عمرو بن العاص؟ يروح لابن عمرو بن العاص يقول له يا رجل اتق الله، تسالني وفي المدينه عبد الله بن عباس بن عم رسول الله حبر الامه؟ فيرجع لابن عباس. والله لو سائل 2019 مش احنا خلاص فضل ايام على 2020 ميلاديه، لو سائل انت هتغلبونا معاه وفي ايه يعني؟ ده ودينا الدوله لجنه فتوى يا عم، ما تجاوبوا خلاص، قول حلال قول حرام. هو الثاني السائل صادق فيرسل الله صدق الاجابه على لسان المستفتى. لكن الان سبحان الله العظيم السائل يريد فتوى تريحه. ولذلك هو ليه من سنة 60 من ساعة ما شب عن الطاولة إلى الآن بيسأل عن أرباح البنوك؟ ليه؟ لأنه مش عاجبه الفتوى. وقلت لك أنا في أول محاضرة الرجل قاعد جنبي في مين يقول لي سألت 15 عالم في المسألة بتاع أرباح البنوك، الحمد لله اللي أنت معانا في الحج. قلت له خير؟ قال عايز أسألك سؤال في أرباح البنوك، ناس يقولوا حلال يا شيخ عمر وناس يقولوا حرام، بس بالله عليك ما تقول لي حرام. لولا ان الضرب في الحج حرام وغير الحج كنت ضربته. لو ليا سلطه مالك ابن انس كنت يلا معايا دره عمر. قال بالله عليك ما تقول حرام، ما تسالني ليه؟
فالناس بتلف وتدور مش طب ده ربنا هينزل الصدق على لسان المستفتى. المهم فيروح لابن عباس يقول ابن عباس الله يسامحك رحت لابن عمر وابن عمر وصلني على ابن والثاني وصلني على ابن عمرو ده ورجعوني لك. قال اما وقد صارت مسؤولي خبر ابيض انت كده حطيت المسؤوليه في رقبتي. ما سؤالك؟ قول سؤالي كذا قول مر علي غدا بكره عد علي. يروح السائل مصر على انه ياخذ فتوى يساله قول مر علي غدا مر عليها غدا ثلاث اربع ايام. السائل كل يوم يضيف كلمه يهدف كلمه يعمل صياغه جديده سبحان الله. فيقول ابن عباس اتريد ان اجيبك عن سؤالك في اليوم الاول ام عن سؤالك في اليوم الثاني ام عن سؤالك في اليوم الثالث؟ اتريدون ان تجعلونا جسرا تعبرون به الى الجنه ونسقط نحن في قعر جهنم؟ هو ده برضه من الخدمه. لان يا مؤمن ايضا هذا المريد السائل الذي يسال بصدق وابن عباس يجيبه باصدق. وابو حامد الغزالي رحمه الله حجه الاسلام يقول مره كده انظر للمصلين في المسجد فوجدت بينهم 500 عالم من ضمن تلاميذه لو وزع علم واحد منهم على اهل الارض لما ظل واحد جاهلا بالله. فخشيت ان يدخلني غرور. قل يا خبر المريدين كده يا الله المريدين. فهو خسر بباله الخاطر طلع له واحد يسأل قال يا أبا حامد قال نعم قال يقول ربنا كل يوم هو في شأن فما شأنه اليوم؟ يا خبر أبيض المصريين كده يقولوا خبر أبيض يعني سبحان أصل المصريين عندهم لهجة عجب معذرة يعني زي بعض. أنا لا أعيب على اللهجات أبدا لأن أنا رجل إيه أممي وليس إيه عنصري لكن لما احب اسخ يعني مش انتقد انتقد بني جلدتي عشان ما يزعلوش يعني. المصري عجيب لما تقول له كلام خلي بالك وعايز يتثبت منك يقول لك وحياة ابوك لما يتثبت منه. لما يكون كلامك غلط يقول لك وحياة امك لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. لكن لما يكون كلامك هزو كلام لا قيمه له يقول وحياة خالتك الله الارحام اللي داخله بعضها دي. المهم علينا خلينا في ابو حامد احسن صح معلش معلش. ف ابو حامد الغزالي قال فاستغلقت علي الاجابه. ليه؟ لان ابو حامد يعرف كلمه الله اعلم او لا ادري. خلينا الشيخ رحمه الله عليه يقول يا سلام يا شيخ عمر لو قبل ما اموت يا ابني اسمع واحد عربي مسلم يقول الله اعلم لان كل واحد عارف. طب هو تحت ايد الحلاق كده المسلم يا خبر ابيض. السياسة يتكلم في الاقتصاد في الكورة في تخطيط الشوارع في وكالة ناسا في ايه اللي على المريخ ايه الحيوان اللي عايش على المشتري يحكي لك. المهم قال اخبرك غدا ان شاء الله. افكر يا اخي بالاجابة. ابو حامد رجع اياك يفتح عليه كل يوم انه في شأن لم يفتح. ثاني يوم سأله السائل كل يوم يقول له بكرة. رابع يوم خامس ابو حامد رجع صلى بالليل قضاء حاجة قال يا رب دلني على الاجابة على كده السائل مصمم. قال فرأيت في الرؤيا رسول الله يقول لي يا أبا حامد إن جاءك السائل يسألك غدا ما شأن الله اليوم قل إن لله أمورا يبديها يظهرها يعني ولا يبتديها ليس لها بداية لأنه الأول والآخر والظاهر والباطن الأول وليس قبله شيء يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخفض آخرين. ابو حامد راح قبل ما يبدا الدرس واخد الاجابه منين؟ من المنبع. اين السائل؟ انا فين السائل بس اللي عمل لنا ضوضاء ايامنا. قال انا. قال ما سؤالك؟ قال يقول ربنا كل يوم هو في شأن فما شأنه اليوم؟ قال ان لله امورا يبديها ولا يبتديها يرفع اقواما ويخفض اخرين. فاذا بالسائل يقول له يا ابا حامد اكثر من الصلاه والسلام على من علمك هذا في المنام. فوق كل ذي علم عليم. في ناس عقلانية يقول لك الكلام ده يا عم انت حر سبحان الله دي مسألة أخرى. يعني لما عمر يقف على المنبر وبعدين ينادي على سوريا اللي في العراق القضية مش في عمر. القضية والله ليست في عمر. القضية في سوريا ومن معه. يقول يوم كذا ساعة كذا سمعنا صوتا كأمير سمعنا مش سمعتوا المجموعة كلها صالحة. سمعت صوتا كأمير المؤمنين عمر يقول يا سارية الجبل ومن استرعى الذئب ظلم فانتبهنا فإذا كمين أعد لنا ففتح الله لنا فانتصرنا.
يبقى القضية إرسال واستقبال. سبحان الله، الله يرضى عن أنس يدخل على عثمان بن عفان والهواء شديد الريح، فكشف الريح عن خلخال امرأة. عارفين الخلخال؟ يعني حاجة كده يعني تلبس في نهاية الرد يعني عند القدم كده، صح؟ شو اسمه خلخال برضو؟ طيب ماشي. المهم كشف عن خلخال، النظرة الأولى خلاص يعني فقد أنس بصره. قال فلما دخلت على عثمان يقول ما بال أحدكم يدخل علينا وفي عينيه آثار من الزنا. قلت عجبا أوحي بعد رسول الله؟ قال كلا، إنما هي فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. اللهم أرنا بنورك يا رب العالمين. أحبتي في الله، وقفنا في محاضرة الظهر عن السعد والسعادة، صح؟ والأسرة السعيدة والبيت السعيد والزوجية السعيدة، وقلنا معبرين إن الإخوة قد يقولون في أنفسهم الشيخ يبتدي يعيش معنا في الخيال والرومانسية مرحلة معنا. فأنا نحن السعد، السعد هو اليمن في الأمر، الشيء فيه يمن فيه، والسعادة قياسية. السعادة لما تسأل أي إنسان عن السعادة كل واحد يراها بما ليس عنده، فالسعادة عند الخائف أن إيه؟ أن يأمن، والسعادة عند المدين أن إيه؟ أن يقضى دينه، والسعادة عند المريض أن إيه؟ يشفيه الله، وهكذا. سعادة قياسية، لكن دي سعادة مؤقتة، والمرض هيرجع تاني والضنك يرجع تاني والمشكلة. لا يعني، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد. التقي هو ليه؟ لأن السعادة شعور داخلي يحس ولا يوصف، يعني يحس. يعني ابن عباس يقول والله ما دخلت في الحواميم إلا وشعرت أني في رياض أتأنق فيهن. لما يدخل في الحواميم، سبحان الله، السور اللي تبدأ بحاميم يشعر أنه في رياض بيشم منها رائحة طيبة. ما احنا بنخرج الحواميم كذا مرة، سبحان الله. الرجل يصلي وراء أبو الحسن ابن عطاء، والأبو الحسن يقرأ يقول إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فابن عطاء يقول إيه؟ فخطر ببالي والشيخ يقرأ يهب لمن يشاء إناثا، يعني يعطي لمن يشاء حسنات. فسركت خطر بباله، يعني هو مش تفسير بس خطر إلهامات. ويهب لمن يشاء الذكور، يعني أعمال، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا حسنات وأعمال، ويجعل من يشاء عقيم، لا يعطي لا اعمال ولا ايه ولا حد. خطر ببال الماموم والامام يقرا. قال ففرغنا من الصلاه فاذا بابي الحسن يقول لي يا ابن عطاء ما اجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاه. والله كان جميل التفسير، يعني هي قل يشوف الجسد المعتم. الصحابه استطيع ان اوقن انهم في يقظتهم كانوا كأحوالنا في نومنا، لأن الأجساد التي لا تعصي عبارة عن أجساد شفافة الأرواح ترى. ليه أنت لما تنام بالليل ترى جدك اللي مات، وترى خالك اللي في أمريكا، وترى أخوك اللي في المغرب، وواقف الرؤية ليه؟ لأن الروح بتخف من إيه؟ من هذا الجسد الذي حجب نور الروح التي لا يعلمها إلا الله. عالم الأرواح ده عالم عجب، عالم عجيب، سبحان الله. يا اخي ده اخواننا في الانسانية يتكلموا في علم النفس وغيره عن التليباثي اللي هو التخاطر عن بعد. فاذا كان هذا في ارواح غير مؤمنة وفي اجساد غير مؤمنة، فما بالك لو رق الانسان سبحان الله مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يجعل ارواحنا في ذكره دائما ان شاء الله رب العالمين. اول شيء كما قلنا السعادة الزوجية هي صلة كل فرد من الأسرة بالله. رجل موصول بالله سبحان الله. ولذلك لما أنت تطوع قلبك لله يطوع الله لك من حولك. وابن عباس يقول والله أعرف ذنوبي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دباتي. أول ما يلاقي زوجته، شوف والله يا ولدي نصيحة أيها الزوج، إن رأيت زوجتك قد تغيرت عليك بدون مقدمات فاعلم ان علاقتك بالله ليست على ما يرام. وانت يا ابنتي نفس القضيه،
إن رأيت أن زوجك بعد أن كان صالح وطيب وصوته منخفض أصبح عصبي وأصبح بخيل وأصبح سبحان الله ويخرج أضغانكم، الأضغان لما تطلع دي يبقى أنت علاقتك بالله مش تمام، هي كده. لكن إذا حسنا ما بين، لأن القضية كلها هي صلة بالخالق الذي فطر وبالخالق الذي خلق وبالهادي الذي يهدي. الكارثة الكبرى، الكارثة الكبرى يجي للأسرة ولد فقير لكن ملتزم يصلي مع الشيخ محمد ومع الإخوة وطيب لكن على قد حاله راتب. لا ما ينفعش. يأتيهم في الشهر الثاني ولد لا ملتزم ولا صلاة ولا غيره سبحان الله ولكن ذو مال. يقولوا ماله نقبله، تقبله ليه؟ يقول لك هذا يا رجل ربنا هو الهادي. طب ربنا مش هو الرزاق؟ انت تستعبط يعني؟ ربنا مش من اسمائه الهادي؟ ها صح ولا؟ ومن اسمائه الايه؟ لكن لا، هو عايز الايه؟ ما يؤمنون بالغيب يعني ايه؟ ما هو لو امن بالغيب لعلم ان الله هو الرزاق كما انه هو الهادي. يعني انت عندك امل ان يهتدي ايه؟ العريس المنحرف صح ولا لا؟ طب ما عندكش امل ليه ان يرزقه العريس الملتزم؟ زي يقول لك اصل انا لو شلت الحجاب يا شيخ هيوظفوني. يعني ربنا هيمنع رزقه عنك وانت محجبة ويرزقك وانت عريانة؟ ازاي يعني؟ في كلام يعني يدخل المنطق والمعقل وكلام لا يدخل. يعني انت كلما التزمت بامر الله لا تنتظر امام هذا الالتزام مقابل. لذلك يقول لك ايه؟ طب يا شيخ لو قلت لا اله الا الله 100 مرة ايه اللي ليه عند الله؟ يعني روح البنك المركزي وانت تعرف هو هي مقصة مع الله. يا رجل اتق الله سبحان الله. كانوا يسألوا المرأة العجوز في القرى زمان، يا خالة او يا جدتي او يا ستي كم يأخذ وقت العجين؟ العجين عشان يتجهز للخبز. تقول يأخذ 100 تسبيحة و100 تحميدة و500 تكبيرة. يبقى هي اثناء العجن كانت بتعمل ايه؟ ولا ماسكة بيد التانية بتاع سيري جوجل؟ ما ينفعش. فسبحان يا اخي كان الله اكبر. يعني سيدة فاضلة عجوز جزائرية في الصحراء في جنوب الجزائر وجدت بعضا من الرجال يقفون شبان يعني يقفون امام بابها فاغلقت الباب حياء. امرأة ثمانينية بعد شوية فتحت الباب. الشباب استغربوا قالوا يا خالة لما اغلقت الباب اولا ثم فتحتيه؟ قالت لما رأيتكم حسبتكم رجالا فلما سمعت أحاديثكم فتحت الباب. شوف الكلام. يبقى بالله عليك سمعت ايه؟ هيافات، سمعت تفاهات، سمعت اي كلام سبحان الله. فهذا هو يعني ام سليمة لما يجيها ابو طلحة يقول يا ابا طلحة انت رجل لا ترفض، انت تتقدم لخطبتي ولا انت رجل لا ترفض غير انك تعبد حجرا. طب وماذا اصنع؟ قالت ان دخلت الاسلام ونطقت بالشهادتين تزوجت. قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول. قالت يا انا اتزوجه. يقولوا اغلى مهر في التاريخ مهر ام سليم. طلبت ايه؟ سبحان الله. والله في صالحات قانتات عندكم هنا في انجلترا وفي غيرها البنت تكون تدخل الاسلام وتجيبوا لها العريس تقول بس انا مهري ان يعلمني اللغه العربيه عشان اقرا القران. والبنت اللي نشأ في بلد يعني انت فاهم يعني عايزه امها شبكه وسبحان الله خالت الولد ما يتعقد ويقول لك العزوبيه افضل. نسأل الله السلامه. طيب فنأتي لصفات المراه الصالحه التي انت تتمناها. طبعا انت عندك مواصفات المراه الصالحه، انا بوصف بس بايه عشان لما يعرض هذا على النت يعني الاخوه اللي ما عندهمش زوجات صالحات يسمعوا. لكن انت ان شاء الله ما شاء الله عليك واضح على وجهك كده لا قوة الا بالله ان اخواتنا اللي قاعدين فوق والبنات الزوجات دول صالحات قانتات سبحان الله. هو الصدق في المسجد حلال طبعا وخارج المسجد صح؟ اما الكذب حرام. داخل المسجد هو فين؟ وخارج المسجد هو كده صح؟ المهم يعني سبحان الله. العجب ان ابليس يوزع تخصصات اولاده على اولاده، مش كلهم قسم واحد، مش يعني السكشن بتاع الهندسه السكشن ده، لا ده اولاده كل ده مختص الوضوء، ده مختص الوسواس في الصلاه، ده اكبر واحد فيهم او الولد الفرد واخد دورات في هارفارد واكسفورد ده بقى اللي هو ايه يفرق بين الزوج وزوجه، هو ده بتاع التخصص الايه الاصل يعني الابلسه على اصولها.
العجيب ان ابليس ده في مصيبتين كبيرتين ومتناقضتين وعجيبتين. المصيبة الاولى انه بيعمل ضدك 24 ساعة. دي المصيبة الاولى. يعني فالحسن البصري يقول يا امام اينام ابليس؟ قال لو نام لاستراحنا. ما بينامش ابن الذين. ما بينام ازاي؟ امال مين اللي بينام ساعة الفجر؟ هو المهم يعني. والكارثة الثانية الذي لا تاخدش انت بالك منه ان ابليس هو مجرد محطة ارسال، والكارثة في ضبط جهاز ارسالك انت على استقبال بثه وعلى استقبال موجاته. بس ابليس محطة ارسال فقط. مين المشكلة في مين؟ في الابليس ولا في المستقبل له؟ يعني انت الان اغلقت الريسيفر اللي بيستقبل موجات من الطبق او الصحن او الدش او كما تقول يعني الساتلايت او اي شيء. سبحان الله، انت اغلقت الريسيفر خلاص. لما اغلقت الريسيفر هو يبث على اي موجة؟ مفيش موجة. هو بيبث على ايه؟ يعني 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 وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخ، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. هذه خطبه ابليس يوم القيامه. يقف خطيب ويأذن الله له ان يهزئ ويسخر من الذين اتبعوه. ما كان عليكم يا اخي، انا اقول لك تعالى ارمي روحك البحر، تعالى نقف امام القطار وهو ماشي، انت وقفت. الذنب ذنب من؟ ذنب الامر ام ذنب المطيع؟ فالقضيه في ابليس نفس القضيه، ابليس نفس الحكايه. ابليس مجرد محطه. شوف التناقضين، هو يعمل 24 ساعه، وبعدين انت لما يجي لك خاطر سيء كيف تعرف انه من ابليس او من نفسك الاماره بالسوء؟ في فرق واضح. ان كان الخاطر مستمرا اعلم انها نفس اماره بالسوء، وان كان هذا الخاطر ياتي ويروح نتيجه استعاذتك بالله من الشيطان فاعلم ان هذا او هذه وسوسه من ابليس. خلاص. فابليس الولد العزيز عنده والاثير لديه والغالي عنده هو اللي يفرق بين الاخ واخوه وبين المسلم وزوجته، وبعدين يسخن الموقف. هي تقول له ايه؟ ابو كنت راجل طلقني. يروح له ابليس يقول ها انت راجل ولد راجل، خلي بالك ده انت الرجوله يعني ده انت الكروموزومات الجينات بتاعتك بتقول انك راجل، ده انت راجل وحيد اللي في بلدكم، ده ما جاش من بلدكم الا انت يعمل له الايه؟ الانا. انت تقولي لي انا مش راجل؟ هو يروح لها مش يروح اضغط عليه شوي سخنيه. لكن لو ان الانسان استعاذ بالله من الشر وترك المكان الذي يظن ان ابليس قد حضر اليه واستغفر الله وقام وتوضا وسبحان الله انصرف عن البيت شويه، اكيد 100% المساله تهدأ. قالوا جماعة علماء قاعدين في صلاة العشاء، قالوا إن العبد عندما يريد أن يخرج صدقته يقف في وجهه 70 شيطانا عشان إيه؟ يكسلوه عن الصدقة. فواحد من العلماء قال والله لأغلبن 70 الليلة. فراح رجع البيت لي جوال من دقيق شاله على حمله على كتفه. زوجته يقول إلى أين؟ قال اسكتي عايزين نوزع على بيتين ثلاثة كده، احنا عندنا كام يوم نأكل وعند فضل الله. قالت له يا رجل اتق الله، 6 أولاد نايمين وأين نجد لهم أرغفة الصباح؟ اتق الله يا رجل ما احتاجوا البيت يحرم على المسجد. المهم كلمتين كلمتين راح نزل الايه؟ نزل قابل إخوانه في الفجر. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. ماذا صنع؟ قال والله غلبت 70 شيطانا لكن أمهم غلبتني. سبحان الله يا رب سبحان الله. ما هو برضه ابليس له جنود، ابليس له جنود، له فريق بيعزف على نفس الوتر سبحان الله. فانت ما تخليش اللي يشجعك على الخير اهلا وسهلا، اللي يشجعك على عدم الخير لا ما اعرف لا اعرفك سبحان الله. طيب المؤمن الصادق هو المؤمن الذي يبحث عن مفاتيح سعادته في البيت. ايه مفاتيح السعاده؟ ممكن ان هعظ بناتي الزوجات الان موعظه واوعظكم موعظه، احنا في نهايه الدوره نقول نقاط. يا بنيتي الله خرجي ورقه اليوم وقعدي اكتبي الحسنات والصفات الحميده التي في الزوج من غير صفات سيئه. صحيح هما الصفتين ثلاثه مش هتتعرف الكتابه لكن اكتبيهم
خلي بالك اكتبيهم. يعني مثلا ابتسم لي مرة سنة 2006 مثلا، يعني مثلا يعني اشتغل لي هدية بعد الحرب العالمية الثانية بيومين لما سبحان الله، اكتبي حسنات خلاص. وتناسي اهله، اهله لا دخل لهم به، ما علاقة الاهل، خليك انت في ايه، في ابو فلان خلاص. وخلي هذه الحسنات امام عينيك، وعين الحب عن كل عيب كليلة، ولكن عين الكره تبدي المساوية. سبحان الله، كان في مثل عامي مصري مشهور يقولوا ايه، الخنفساء لقيت اولادها على الحيط قالت ده لؤلؤ ملضوم بخيط. يا سلام، لؤلؤ لؤلؤ شو الخنفساء مريحة، هي شافته ايه لؤلؤ. يا اخي انظر الى يعني، يعني سبحان الله، انظر بس على الجزء الايه، الجزء الحسن خلاص. انت اكتبي الحسنات بتاع والله وكبري فيها واذكريها له، لان الرجل كما قلنا الطفل الصغير يحب ابو سفيان يحب الفخر، وانت بالمقابل اكتب الحسن الثلاث حسنات اللي للزوج، 7 8 يا اخي والله سبحان الله لهن حسنات كثيرة، وان لم يكن لهن الا الصبر علينا لكفاهن. واشكرها على ما فيها من حسنات، ربنا هادئة متواضعة لا تنشر أخبارك، لا تسيء إلى إليك أمام أهلها، لا تسيء إلى أهلك إذا أتوا إليك، بل تحثك على يعني فيها صفات حسنة، اكتبها يا أخي. أنا عارف إن دماغ بيشتغل بيروح بيروح، ولا الشيخ ده مش عايش معانا، والله ده أنا عايش معاكم يوم بيوم سبحان الله، مش ضروري عايش معاك في البيت يعني، سبحان مما يعرض علينا يعني سبحان الله. طيب لا تتذكر انت وهي، لا تتذكروا المواقف المؤلمة والمواقف التي يستحي الانسان منها، فيأتي بعد ذلك التوافق بين الطرفين. كيف يأتي التوافق؟ الشيء الوحيد اللي يجمع التوافق بين الزوجين هو ارتباطهم بالدين، بس فهم الدين الحقيقي، ليس الصلاة ولا القرآن ولا، مع ان هذه اساسيات، لكن ثمرات هذه الاشياء، ثمرات هذه الأشياء. عمر الله يرضى عليه وضع 4 قوانين للمعرفة، 4 قوانين أستطيع أن أعرف بها فلان وأشهد له بالخير. قال أتعرفه؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. وتشهد معه؟ قال أشهد يا أمير المؤمنين. فسألوا 4 أسئلة، أأنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. قال له أعملته بالدرهم والدينار حتى تظهر لك أخلاقه؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال هل رافقته في سفر؟ ليه سمي السفر سفرا؟ لأنه يسفر عن أخلاق الناس. شوفوا اللغة العربية جميلة إزاي، السفر، لأن ما أصنعه في الحضر غير ما أصنعه في السفر. لما أسافر على راحتي ووحدي أو أعمل ما يبدو لي، لكن هل سرافقه؟ لا يا أمير المؤمنين. السؤال الرابع والأخطر هنا تشاهده، هل صاهرت منه او صاهر منك، حصل بينكم ايه نسب يعني؟ ها، ما الاخوات بيبقوا مع بعض ويدوا الولد اللي بنت عمه والولد اللي بنت خاله، بعد ما كانوا سبحان الله اولاد عم واولاد خال صاروا اعداء. ذاك ابننا مالك كل يسالني بره يقول لك يعني ايه مولانا، يعني ايه شيخ ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. اذا كان الزوج او الزوجه سبحان الله، احنا لما بنسلم، انا دايما لما اعقد بين زوج وزوجة ولد وبنت اقول له يا ابني اتق الله، البنت دي ابوها رباها على الالتزام والحجاب والصلاة، الله يرضى عليك مش تيجي بعد سنة تزور ابوها تزوره من غير حجاب ما يعرفهاش، لا حافظ على دينها. وانت يا بنت نفس القضية، الزوج ده من صغره هو يصلي، من صغره يعرف الحق والباطل، من صغره يغض البصر، فالله يرضى عليك حافظين ده على ايه، وهكذا. فسبحان الله العظيم، هل صاهرت منه او صاهر منك؟ ولذلك سيدنا عمر لما مات الصديق كان ترك بنت صغيرة، بنت يعني في سن الزواج، فطلبها عمر امير المؤمنين من امنا عائشة، قال دي عميدة ايه بيت الصديق، اطلبها لام المؤمنين، اطلب منها ايه اختها. المفاجأة المذهلة أن بنت أبي بكر رضي الله عنه رفضت أن توافق على زواجها من عمر، هي حرة. ف
فعائشة ومنع كانت تجل عمر وتحترمه، فأسقط في يدها. ماذا تصنع؟ عمر يرفض؟ بالله عليك عمر بن الخطاب يرفض ظاهرا؟ ايه لا، لكن في سبب. فقالت امنا عائشة وارسلت الى المغيرة بن شعبة. المغيرة كان زعيم قومه، كان تأخر في دخول الاسلام، لكن رجل ذو كلمة يعني، وعمر يجله، وخياركم في الجاهلية خيار. قالت له يا مغيرة. قال نعم يا امه. قالت انا امام يعني زاول بالعمية ورطة، عمر امير من يطلب اختي واختي ترفض، فماذا اصنع؟ قال انا اكفيك يا ام المؤمنين، في كل واحد له مفتاح، وانا اقول لك الله لو بحثت عن المفاتيح لاسترحته. المهم فراح سيدنا عمر وجد المغيرة يصلي خلفه، ثم انتحى به جانبا. قال امير المؤمنين نعم، بلغني انك خطبت بنت اخيك ابي بكر. قال نعم. قال ولكني اريد ان اقول كلاما. تفضل. ولي الامان؟ قالوا ليك الامان، اصل عمر ده سبحان الله، قالوا اديني امان عشان اعرف اتكلم. سبحان الله، ده هو كان يبقى ماشي مع الصحابه وتحل له التفاجه، فيقع الصحابه من هول الموقف، سبحان الله. المهم قال امير المؤمنين انت تعلم ان هذه نشات في بيت ابي بكر، حيث الرفق والهدوء والحنان. ابو بكر كان مشهور قبيل بني تي بالحنان على البنات، في اسر كده معروفه انها ايه، حنون على البنات، وفي اسر والعياذ بالله رب العالمين الحور ما تيجي للمكتب والله عندها 70 سنه تقول انا عمري يا شيخ 70 سنه ما اتذكر ان ابويا حط ايده على راسي ولا حضني، لانه بيعتبر عيب. يعني الاب في بعض البيئات العربيه المسلمه لو خرج بالبنت على كتفه امام الشارع يتفضح فضيحه، ولا فضيحه ودرجه سبحان الله، وتنقلها وكالات الانباء، حمل ابنته في الشارع. المهم يعني ما علينا، خلينا احنا في الاسلام، احنا في المسجد. المهم هذه نشات في بيت الصديق، حيث الرأفة والرحمه. وانت يا امير المؤمنين نحن نخشاك ونحن رجال، ده احنا يا كبار بخف منك يا اخي، ولا نستطيع ان نراجعك، لك هيبه، فكيف اذا اخذت ابنه الصديق وقد بدرت منك بادره اذتها؟ فما تقول لأخيك أبي بكر يوم القيامة؟ يا الله، والله يا إخواننا في المصري يقول لك لبسوا العمامة، يعني خلاص اداله الايه المهدئ. فعمر قال ولكن هناك كارثة. خير، ماذا أقول لأم المؤمنين وأنا طفل صغير وراح أقول لها أنا أخطب أختك وبعدين أرجع أقول لها ولا أرجع؟ قال أنا أكفيك يا أمير المؤمنين. خلاص خلاص خلاص، وخلصت المسألة. يبقى عارف المفتاح عمر، راح سلمان الفارسي. سبحان الله، ليه لان بنت الصديق تعودت على حنان ابي بكر، فلا تستطيع ان تعيش في خشونة عمر. سلمان الفارسي خطب بنت عمر، انا اتكلم عن الزوجية هي. سلمان الفارسي خطب بنت عمر، فبنت عمر بن الخطاب ابوها في البيت يعني قريب من التقشف، قريب لحد التقشف، ما فيش بحبحة ببيت عمر زي بيت عثمان، زي بيت عبد الرحمن بن عوف، زي بيت سعد. ده بيت عمر بيت شديد، وكان يشدد على بيته اكتر. فلما جه سلمان الفارسي، سلمان من مدرسه عمر في التقشف يعني، جات الله هو نطلع من بيت تقشف اروح لبيت تقشف وانا يعني انا مش من اهل التقشف. فابت بنت عمر بن الخطاب ان تتزوج بسلمان بعد ان اخبرها ابوها، ولكن خافت من عمر، فراحت بلغت عبد الله اخاها ابن عمر رضوان الله عليهما. قالت عبد الله انا مش موافق على الزيجه دي. عبد الله بن عمر خاف من ابوه، اصل ده الا من يكلم عمر؟ ف نعمل ايه نعمل ايه؟ قال راح لسيدنا عمرو بن العاص، ده ايه؟ ده وزير الخارجيه المتمرس، ارطبون العرب. فقال يا عماه ان سلمان الفارسي خطب اختي، وخافت أختي أن تخبر أبي، وأسرت إلي أنها لا تريد الزواج بسلمان. معني سلمان ده سلمان من نقل البيت والبحث عن الحقيقة والمتنقل ما بين الرهبان، لا السي في بتاعه لا قوة، يشرف أمة، وبعدين يوم القيامة يقال أنه هيبقى ماشي مع الحسن والحسين وفاطمة، ما قال البيت لا إله إلا الله. ورغم ذلك أبى
يعني أبت بنت عمر أن تقترن بسلمان، فراح عمرو بن العاص يعرف مفاتيح الشخصية. سلمان الفارسي كان عنده عزة نفس عجيبة، يعني مش كبر، في فرق بين عزة النفس والثقة فيها وبين الكبر. انت الرجل اسمه مهار الديلمي شاعر فارسي يقول في كلماته الشهيرة، شو لما الجينات تشتغل، يقول اعجبت بي بين نادي قومها ذات حسن، فمضت تسأل بي، راح تسأل عنه يعني، لا تخالي نسبا يخفضني، انا من يرضيك عند النسب، قوم يستولوا على الدهر فتى، ومشوا فوق الحقب، عمموا بالشمس هاماتهم، الى ان قال قد جمعت وابي كسرى، هو بس اسلم بعد كده يعني، وابي كسرى على ايوانه، او على ايوانه تستوي يعني، على ايوانه يعني قاعد على ايه، على الكرسي، او على ايوانه، الايوان نفسه الايه العالم، ما لكش دعوه في اللغه، ما لكش دعوه، ما لكش دعوه، على ايوانه، اين في الاباء اب مثل ابي، قد ضممت المجد من اطرافه، سؤدد الفرس ودين العربي، يعني ما نسيش الايه النزعه العنصريه عنده، واخر دين العرب يعني عن ايه عن سلاله كسرى يعني. ففي منطقه عن سلمان الفارسي ده كان ابن المبيذان اللي كان يعني عنده جاه ومنصب عند كسرى وفر من ابيه والى اخره يعني. المهم فسلمان الفارسي عنده عزه نفس، فعمرو بن العاص جاي جنبه كده وقال له ايه، هنيئا لك رضا امير المؤمنين بان يزوج ابنتك لك، ابنته لك. قال لا لا لا، قال ماذا تقول يا عمرو؟ قال له احمد ربنا يعني بالعاميه كده، احمد ربنا ان عمر بن الخطاب تنازل من علياء، وده عمر يعني ان يزوجك انت بنت. قال نعم، انت تهنئني ان عمر قد تواضع واراد ان يزوجني ابنته؟ والله لا اتزوجها، انا في عم في ايه، سبحان الله، واتحلت المشكله. فانت لما تعرف مفتاح اللي قدامك سبحان الله، يعني مثلا جاء اخوها او ابوها عندك انت عشان يسمع شكوى منها ضدك، فاول ما يدخل ابوها كده، والله يا عمي قدامها كده، انت ما شاء الله انا بدعي لك في كل صلاه، وان كنت كذاب بس ان شاء الله مش يحسب عليك يعني الاصلاح بين الاثنين يعني، او خوفا برضو مغفورا ان شاء الله، والله يا عمي انت ربيت في احسنت التربيه، انت كده بتنقلنا لزمن التابعين، الله يرضى عليك يا عمي، بالله عليك عمك يبقى في صفك ولا في صفها؟ فورا يبقى في صفك، يقول لي يا ابني عيب يا بنت، ده الولد الشاب ما شاء الله، ايه الكلام الحلو ده، ده ولد متربي، ده ابن ناس، خلاص ما تنتهي المشكله. لكن تقول لي دي تربيه، دي مش مكسوف من نفسك انك تربي العاهه دي وتحطها عليا؟ مش ده تدليس في العقل؟ انت لا متخلفه عقليا يا ابني يا حبيبي، عيب ده بنته، سبحان الله. ففي ناس عندما تاتي لتصلح تفسد، لكن المؤمن الصادق يعني الله يرضى عن امنا عائشه لما غضبت من رسول الله، قال لها من ترضين حكما من اهلك؟ قالت ارضى بابي ابو بكر. قال وانا ارضى حكما من اهلي ابو بكر. صار الحكمين ايه؟ واحد. جاء ابو بكر، والله اسمع الكلام، شوف سيدنا رسول الله المعصوم الصادق الامين اللي يعني هتكلم في ايه؟ قال قولي يا عائشه، اتفضل احكي لها، شوف ليديز فيرست، صح كده مش بيقولوا كده؟ وطلعت القصه كده بكده، عارفها انت طبعا. مفيش ليديز فيرست يعني هي قدام يعني، لا ده ليديز فيرست هو عارف القصه يعني، ورمي قال لها ارمي نفسك فوق الجبل احسن، انا اخاف لو انا مت الاول حد يخطفك وتزوجي واحد غيري ده. فلما رمت نفسها من الجبل هو رجع وتزوج. المهم علينا، كل ليديز فيرست عم يستغبطوا علينا، استهبلوا علينا، القصص مكذوبه كلها، خليك في قصص القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص. المهم فقولي يا عائشة. قالت لا، قل أنت أولا، ولكن لا تقل إلا حقا. تقول لمن؟ لرسول الله. فلم يحتمل أبو بكر أن يسمع هذا عن رسول الله، فقام فلطم ابنته. أتقولين هذا لرسول الله؟ فسال الدم من أنفها، وإذا برسول الله يبلل عباءته ويمسح الدم عن عائشة ويحجز بينها وبين أبيها الذي أراد أن يعيد ضربها، سبحان الله.
فقال يا أبا بكر عد إلى بيتك فقد اصطلحنا. خلاص يا عم أنا متنازل عن حق. تيجي مرة ثانية تغضب الرسول، فالرسول يقول لها ألم أحدث بينك وبين الرجل من أنا مش قبل كده ما تذكروا ليش حسنة أننا يعني سبحان الله لا حول ولا قوة هذا بيت رسول الله يا أخي، أنت ليه عامل أن بيتك يعني لازم يكون مفهوش من... شوف البيت اللي مفهوش مشكلة يبقى بيت متخلفين عقليا، يبقى بيت زائل العقل، لازم يكون في مشاكل صح ولا لا، لازم يكون في سبحان الله. فنعطيك راحة دقيقة واحدة أو دقيقتين ثم نكمل نهاية هذه الدورة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.